في هذه الأثناء تنطلق شحنة جديدة من المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة، وفي هذه الأثناء يتم تحميل هذه الطائرة التي ستنطلق في هذه اللحظات إلى مطار العريش في مصر، وستهبط بهذا المستشفى الميداني التي تحمل هذه الطائرة. هذه الطائرة الثالثة من أصل 5 طائرات ستهبط اليوم في مطار العريش عبر جسر جوي إماراتي لتقديم المساعدات العاجلة التي تم يعني الإعلان عنها بعملية الفارس الشهم 3، والتي تهتم اليوم بإيصال المساعدات العاجلة وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات المتاحة لقطاع غزة عبر مستشفى ميداني سيخدم قطاع غزة في هذه الطائرة، بالإضافة إلى المساعدات الطبية والغذائية العاجلة التي تذهب ضمن هذا الجسر الجوي الإماراتي إلى غزة. وكذلك تأتي هذه بالتزامن مع إطلاق كذلك عملية يعني جلب 1000 طفل فلسطيني مع عائلاته من دولة الإمارات العربية المتحدة. هؤلاء الأطفال سيتلقون العلاج ضمن هذا المستشفى الميداني الذي سيذهب إلى دعم قطاع غزة، ومن ثم سيتم نقل هؤلاء الأطفال وعائلاتهم إلى دولة الإمارات لتلقي الرعاية الطبية هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. سلطان البادي، سكاي نيوز عربية، أبوظبي.